أهلا بكم إلى تفاصيل. دخل يوم أمس قرار استخراج المواطنين لشهادة الميلاد الخاصة رقم 12 من أي بلدية في القطر الجزائري حيز التنفيذ، ما سيمكن أي مواطن من استخراج هذه الشهادة التي تمنح مرة واحدة في العمر في أي بلدية دون عناء التنقل إلى ولاية بعيدة. وحرصا على تطبيق تعليمة وزارة الداخلية، استدعت مديرية تنظيم وشؤون العامة بكل ولايات الوطن المهندسين العاملين بما مصالح الحالة المدنية وسلمتهم البرنامج الإلكتروني المعد لهذه العملية التي تدخل في إطار مشروع تحسين الخدمة العمومية وتسهيل استخراج الوثائق الهامة على المواطنين، خاصة وأن كل مواطن بات مسجلا في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية. كشف وزير السكن من قسنطينة في رد على سؤال تلفزيون نهار أن الانهيارات الحاصلة في الأيام الأخيرة في مختلف الولايات هي ناتجة عن قدم البنايات وهشاشتها، كون العديد منها تعود إلى مئات السنين، وأن الوزارة قدمت أوامر للولاة بالنظر في وضعية هذه السكنات وبرمجة ترحيلهم في أقرب الأجال. نستمع إلى وزير السكن عبد المجيد تبون متحدثا لعبد الجليل حنديس وهشام طالبي. احنا نحاول كيفاش نطلق للجديد، وفي نفس الوقت نحاول ندارك لا ريابيليتاسيون نتاع لو فيو باتي. عمارات قديمه، كاين العماره اللي عندها قرنين ونص، كاين مع التحركات اللي وقعت نتاع الارض، زلازل، فيضانات الى اخره. كل حال احنا نطلبوا ان شاء الله ربي يستر. ميل ولات اغلب الولات كلهم سجلوا البرامج نتاعهم تاع لا ريزولفسيون دو لابيتا بريكار، هادو اللي مسجلين تاع قنبيطه كيما تاع لي بلونتور كيما في وهران مثلا، سمعت تسويقه في قسنطينه. بون حنا عندهم البروغرام تاعهم، مجرد ما ينتهي البروغرام نرحلوا. إلى شأن التربوي، حيث من المنتظر أن ينشر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات خلال الساعات القليلة القادمة النتائج النهائية الخاصة بامتحانات شهادة التعليم الابتدائي على موقعها الإلكتروني الرسمي www.5.nec.dz، حيث يمكن للمترشح معرفة معدل نجاحه. ومن المنتظر أن تتسلم مديرية التربية القرص المضغوط الذي يحتوي على النتائج من أجل تعليقها في المؤسسات التربوية يوم السبت القادم. وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن نسبة النجاح فاقت 60% مع تسجيل نتائج ضعيفة في كل من مادتي الرياضيات واللغة الفرنسية، خاصة في المناطق الجنوبية والسهوب التي لا تتوفر على الأساتذة، خاصة في مادة اللغة الفرنسية. هذا وستعقد وزارة التربية الوطنية اجتماعا طارئا الأحد المقبل بمقر الوزارة لفائدة رؤساء مصالح المستخدمين والامتحانات على مستوى كل مديرية التربية الولائية، قصد ضبط وضعية المناصب المالية المحددة للتوظيف للسنة الجارية، حيث ستقوم رسميا باستخلاف الموظفين المحالين على التقاعد الكلي أو المطلق وشغل المناصب الشاغرة عبر مسابقات وطنية ستفتحها وزارة التربية لاحقا. إلى شأن الفلاحية الآن، حيث حذر المكتب الوطني لتربية الدواجن من ندرة غير مسبوقة في لحم الدجاج الطازج أو طازج خلال شهر رمضان بسبب فيروس نيوكاسل الذي قضى على أزيد من 3 ملايين دجاجة خلال شهرين، ما كبد آلاف المربين خسائر فادحة وصلت حد الإفلاس. وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس المكتب الوطني لتربية الدواجن أن أسعار الدجاج ستتجاوز في رمضان 420 دينار جزائري لكل كيلوغرام الواحد، وهذا بسبب ندرة وكثرة الطلب. وبالنسبة للدجاج المجمد سيسوق بسعر 250 دينارا لكيلوغرام الواحد في 500 نقطة تابعة للديوان الوطني للحمى البيضاء. قررت وزارة التجارة والفلاحة وتنمية الريفية تأجيل تطبيق الإجراء الذي أعلنته مؤخرا والرامي إلى مراقبة استعمال مصانع الحليب لمسحوق الحليب المدعم من خلال تمييز أغلفة مختلف أنواع الحليب بأشرطة بمختلف الألوان، وهذا لتمكين المستهلك وأعوان المراقبة من التعرف عليها. هذا الإجراء الذي كان من المقرر أن يدخل حيز تنفيذ في الفاتح من الشهر الجاري تم تأجيله إلى غاية شهر جوان
تايوان من سنة 2015، ولهذا لعدم الإضرار بالمنتجين الذين لديهم كمية معتبرة من مخزون التغليف المطبوعة، وهذا حسب ما أكده المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة عبد الحميد بوكحنون لجريدة النهار. رغم المنتوج المعتبر من الثوم الذي تمكن الفلاحين من تحقيقه في ولاية ميلا، غير أن ذلك توازى مع مشكلة تسويق سيما في ظل استيراد ذات المنتوج من الخارج، وهو ما عرقل كثيرا عملية التسويق المحلي. تقرير سفيان بوعون. شهد منتوج الثوم في ولاية ميلا هذه السنة كسابقه معدلات قياسية، غير أنها ارتطمت بهاجس التسويق في ظل افتقار مركز الإنتاج ببلدية تلغمة لسوق حقيقي ومشاكل الاستيراد من خارج الجزائر للثوم ونقص اليد العاملة. رأينا في مشكل كبير ورأي تطلب رأينا فيها خسائر كبيرة. أولا السوق ما كانش كل ونسوقوها، أولا السوق ما كانش، وثانيا اللي يديع لينا ما كانش، راهي تسمى ما لقيناش كيفاه نديروا لها المشكل هذا. نطلبوا من السلطات يعاونونا، راح نحبسوا الغراس هذه خلاص ونبدلوا نقولوا المهنه تاعنا خلاص مشكل عاوز. نطلبوا من السلطات تعاوننا خصوصا في تصدير هذا المنتوج، وما يجيبوا لناش المنتوج هذا من الخارج. احنا الوقت اللي نعودوا نجنيو في الثمار هما يروحوا يجيبوا لنا نقولوا مد الثوم من الخارج. فالمحاصيل عبر كافة المساحات الفلاحية ممتازة كما ونوعا. وبشأن مشكل التسويق يقول مسؤول القطاع: بلدية تلغمة تعتبر ممول رئيسي في ميدان إنتاج الثوم، وهي تسوق لعدة ولايات الوطن، وفي ميدان التسويق يعني لم نسجل أي مشاكل ولم نسجل أي ضياع في هذا المنتوج. بالموازاة مع تضارب التصريحات بين المسؤولين والفلاحين، يظل حماية المنتوج المحلي مسؤولية جماعية. وأمام مشكلية التسويق يشتكي الفلاحون من التلاعبات بأموال الدعم الفلاحي، ما ينعكس سلبا على الإنتاج ويسهم في رفع فاتورة الاستيراد، ما يستوجب الرفع من درجة المراقبة لضمان سير الدعم الفلاحي إلى مستحقه. ورقة في الموضوع لمحمد شوقي علاك. محصول سنوي من الحبوب قدمه الفلاح إلى الديوان الوطني للحبوب للحصول على دعم الدولة وإحصاء المنتوج الوطني، سياسة سطرتها الجزائر للتقليص من فاتورة الواردات والتي بلغت أزيد من 500 مليون دولار للثلاثي الأول من سنة 2014، لكن البعض يستغل هذا الدعم ليتلاعب بأموال الخزينة العمومية. الأرقام اللي موجودة واللي معطية من طرف الوايسي خاطئة. لماذا خاطئة؟ لأن إضافة للإنتاج الوطني في هناك ناس يرحيوا القمح، يجيبوا كمية معينة يرحيوها، ولكن الكمية أخرى يعطوها للفلاح ليخدموا معاه، وهذاك الفلاح يهز هذيك الكمية ويديها للوايسي باش يستفاد من جديد من تدعيم الدولة. ثغرات يستغلها البعض في ظل تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب، خاصة عند غلاء المنتوج في السوق الدولية. الإنسان اللي يرحي يقول له كم جبت استيراد وكم خرجت من وحدة تاعك وكم ديكلاريت ليزامبو، يعرفوا باللي هناك في فرق. فالتقليص من فاتورة الاستيراد عبر الرفع من حجم الإنتاج ضمانا للأمن الغذائي يبقى مرتبطا بالرفع من المساحات المسقية وإنجاز مخازن للحبوب ومنح الأراضي للفلاحين في الهضاب العليا والجنوب. لازم الحوار والمتابعة والمراقبة، وخاصة في الأمور اللي هي مدعومة مثل الشعير ومثل القمح. تجديد المراقبة وتوسيع الدعم على التجهيزات من شأنه خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. في شأن الدولي، فجر انتحاري نفسه ليلة الأربعاء إلى الخميس في البوابة الأمنية لمنطقة بورصص شرقي مدينة بنغازي الليبية، مخلفا عقب مقتل 5 جرحى. وقال ناطق باسم قوات عملية الكرامة التي أطلقها اللواء المشق خليفة حفتر أن الانتحاري كان يقود سيارة قمامة، وأن الانفجار أسفر عن العديد من الضحايا. وفجر انتحاري آخر نفسه في الرابع من جوان الحليم مستهدفا أحد مقار حفتر الذي يقود عملية منذ منتصف الشهر الماضي في بنغازي لمواجهة المجموعات الإرهابية.
هذا وأعلنت صحفية أو صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين عن وجود طلب غير معلن مقدم من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتوجيه ضربات جوية لنقاط تجمع مسلحي داعش. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن العراق ألمح إلى أنه سيسمح للولايات المتحدة بضرب أهداف للقاعدة في العراق سواء بطائرات مقاتلة أو من دون طيار. هذا واندلعت اليوم الخميس اشتباكات بين مسلحي دولة العراق والشام وقوات حرس إقليم كردستان العراق البشمركة في محافظة دهوك مع نينوى التي أصبحت تحت سيطرة المسلحين، كما دارت اشتباكات في سمراء بين قوات عراقية والمسلحين المتشددين عند المدخل الشمالي للمدينة الواقع على بعد 110 كيلومترات شمالي بغداد. وفي الختام تتجه أنظار العالم مساء اليوم إلى ملعب أرينا كورنتيانس في مدينة ساو باولو البرازيلية حيث يقام حفل افتتاح الدورة العشرين من بطولة كأس العالم لكرة القدم ثم المباراة الافتتاحية بين البرازيل وكرواتيا. ويأمل البرازيليون بأن لا يتحول هذا الحدث الكروي الكبير الذي يقام مرة كل 4 سنوات إلى فوضى بسبب تهديدات باللجوء إلى الإضرابات في بلد تجتاحه مشاكل اجتماعية كثيرة تستمر منذ أكثر من عام وبسبب عدم جهوزية بعض الملاعب، فيما يدخل منتخبنا الوطني المنافسة يوم الثلاثاء القادم في مباراة تجمع بالمنتخب البلجيكي. ختم الموجز.